نقاشنا الاجتماعي في حلقة اليوم، فالمسلمون والعرب في أوروبا أقليات منتشرة في الدول المختلفة، فرض عليها الواقع السياسي والظروف الاقتصادية ترك الوطن والانتقال إلى عالم آخر يختلف كثيرا عما تعودوا عليه. لكن في ظل موجتي الإرهاب والعنصرية تصبح أوضاعهم شديدة التعقيد. معهد بيتر المسان ستيفن تانغ الألماني نشر دراسة هامة للغاية منذ أيام قليلة، شارك فيها أكثر من 10,000 مواطن من 5 دول أوروبية. أشارت إلى أن على عكس الانطباع المنتشر فإن المسلمين أكثر اندماجا في المجتمعات الأوروبية، ولكن دون قبول مجتمعي حقيقي. نناقش هذا الموضوع ولكن بعد التقرير. آدم بن حليمة شاب جزائري درس وتخرج في بلجيكا وأصبح مسؤولا في فندق. جاء منذ سنوات مع عائلته التي أسست مجموعة من الشركات تدفع الضرائب وتشغل عددا لا بأس به من الموظفين البلجيكيين. آدم وعائلته مندمجون في المجتمع البلجيكي، إلا أن الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها بروكسل غيرت الصورة. ألاحظ أن هناك نوع من النفور من قبل المواطنين بخصوص الإسلام، ليس خوفا من الدين ولكن خلط بين مجموعة من المفاهيم حول العرب والمسلمين. آدم ليس وحده، صديقه المغربي الذي يشتغل في مؤسسة الغاز البلجيكية يواجه المشاكل نفسها، مشاكل أصبحت حديث ذوي الأصول العربية، إذ يتفق الجميع على أن الهجمات الإرهابية قد غيرت نظرة الكثيرين إليهم. صحيح أنه منذ الهجمات الإرهابية تغيرت بعض الشيء نظرة المواطنين عنا نحن المسلمين، وبالطبع يمكن فهم وجود بعض الخوف، لكن أعتقد أنه علينا أن نطمئن هؤلاء الناس. إلا أن هذه المشاكل لم تثني عائلة بن حليمة عن التشبث ببلجيكا كموطن ثان متجاوزة كل الأفكار النمطية عن الإسلام والمسلمين، فالعمل الصالح فقط هو الذي يبقى كما يردد أفراد العائلة. هوة سحيقة تفصل بين المسلمين بمختلف شرائحهم وجزء كبير من البلجيكيين منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بروكسل. هوة يتمنى الكثير من المسلمين ردمها بأعمالهم وأفعالهم التي تعكس المبادئ السمحة للإسلام. نبيل فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي عبر الأقمار الصناعية السيد أسامة الأمين مدير منظمة الهيئة الإغاثية الإنسانية في برلين، وأيضا ضيفي من باريس حسين جيد الباحث في علم الاجتماع السياسي، وأيضا ضيفي عبر سكايب من باريس إسماعيل السليتي أستاذ لغة إنجليزية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وسأبدأ معك من برلين السيد أسامة الأمين مدير منظمة الهيئة الإغاثية الإنسانية هناك. بداية، إلى أي درجة أثرت العمليات الإرهابية التي حدثت في أنحاء مختلفة من أوروبا على التعاطي وعلى التعامل المجتمعي مع العرب المسلمين هناك؟ نعم، مساء الخير سيدتي. مساء النور. حقيقة أنه هالموضوع كان مثار أكثر بالإعلام منه على أرض الواقع. فبالنسبة لنا بألمانيا الأمر كان شوي مختلف ممكن عن باقي الدول الأوروبية. فالألمان عادة لا يأخذون قرار ضد مجموعة بشرية معينة دون التأكد. فكان رد فعلا الطبيعي بالبداية أولا معرفة التفاصيل، وبشكل عام لم يكن هناك مظاهرات مضادة ضد المسلمين بشكل خاص إلا ببعض المناطق القليلة، وهذا لا يمثل المجتمع الألماني ككل وإنما يمثل شريحة فعلا ضيقة منه. تأثير اليمين المتطرف، يعني ذكرت بأنه ردة الفعل ما كانت قوية تجاه العرب المسلمين، ولكن هناك بعض الأحزاب التابعة لليمين المتطرف في ألمانيا شهدنا بأنها بالأشهر الماضية قامت بالدعوات لمظاهرات معينة ضد تواجد اللاجئين العرب المسلمين في ألمانيا. كيف كان تأثيرها؟ صحيح الشيء موجود، لكن كما قلت على نطاق ضيق جدا، و الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لم تدع لهذا الكره الخفي
أن يظهر بشكل كبير، وإنما بجهود متضافرة بين المسلمين العرب وحتى ولنقل اللاجئين بشكل عام. فهذه الحركات ليست موجهة بشكل مباشر فقط ضد المسلمين والإسلام، وإنما موجهة بشكل عام ضد المهاجرين. لذلك فبجهود كما قلت منظمات المجتمع المدني والدولة الألمانية أحيط بهذا الشيء غير الإنساني الحقيقة اللي ممكن واحد يوصفه، لأنه إذا رجعنا للتاريخ الألماني فكانت ألمانيا نفسها في مرحلة من مراحلها تحت طغيان التفرقة والكره العنصري. لذلك دائما التاريخ الألماني يساعد المجموعة البشرية الألمانية على قبول مجموعات بشرية أخرى على مد تقريبا. طيب إذا كان هذا الأمر على الصعيد الحكومي كما تذكر بأنه في محاولة للامتصاص، سنتحدث أكثر عن الوضع المجتمعي في ألمانيا، ولكن اسمح لي أذهب إلى باريس مع سيد حسين جيدل. يعني ذكر ضيفي نقطة بأنه في تمييز بألمانيا ما بين نقطتين، اللي هي موضوع المهاجرين بغض النظر عن ديانتهم سواء كانوا مسلمين أو لا، وموضوع المسلمين المتواجدين هناك، وبأنه في احتجاجات الأكبر. لا أدري إن كنت لا تسمعني سيد جيدل. سيد جيدل، طيب يبدو أنه سيد جيد نعم، لا أدري إن كان يسمعني أو لا، ولكن على كل قطع في الصوت فلم أسمع السؤال. الآن تسمعني؟ نعم أسمعك. تمام، كنت أسألك على نقطة ذكرها ضيفي وميز فيها في التعامل بألمانيا بين المهاجرين على اختلاف يعني ديانتهم وأعراقهم وبين المسلمين المتواجدين هناك، وأن المشكلة الأساسية هي يعني إذا كان في مشكلة فهي اعتراض على المهاجرين وليس على تواجد المسلمين العرب في ألمانيا. في باريس كيف يمكن قراءة الوضع هناك؟ باريس الوضع يختلف إلى حد ما. رفض المهاجرين موجود لأسباب دينية وثقافية ولأسباب أيضا سياسية ومجتمعية. فهناك من يرفض المهاجرين لأن البلد لا يستطيع استقبال هؤلاء المهاجرين، ولأن هؤلاء المهاجرين يشكلون عبئا على المجتمع. وهناك من يرفض المهاجرين أصلا ووجودهم أصلا لأسباب ثقافية ودينية، لأنهم مختلفون معهم أو لأن ثقافتهم الأصلية لا تسمح لهم بأن يكونوا بأن يعيشوا بهدوء وطمأنينة في هذه البلاد، وخاصة في فرنسا، رغم أن فرنسا صنعتها منذ عدة قرون صنعتها الهجرة. فإذا الأمر هذان التصرفان موجودان هنا في فرنسا ويغذيان دائما العمليات السياسية ويغذيان بعض الأعمال العنصرية. ولكن هناك أيضا رفض للمهاجرين من طرف ربما على خلاف الحكومة الألمانية، لا أنا لا أعرف ألمانيا، ولكن هناك تهميش منظم من وسط المؤسسات الفرنسية بخصوص العرب المهاجرين، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف، ويمس أكبر طبقة من العرب والمسلمين الذين يفتقدون إلى المؤهلات العلمية والمالية الكبيرة جدا. أيضا أبقى في باريس ولكن عبر سكايب هذه المرة مع السيد إسماعيل السليتي، وهو أستاذ لغة إنجليزية وأيضا من المهاجرين إلى فرنسا. يعني هل نتحدث هنا عن فعلا وضع مأساوي بالنسبة للمهاجرين إلى فرنسا تحديدا من خلال يعني ما تحدث به ضيفي السيد جيدل؟ أستاذ إسماعيل. نعم أسمعك. نعم سمعت سؤالي؟ السؤال لم تسمع سؤالي، إلى أي درجة الوضع حضرتك مهاجر وموجود نعم. في فرنسا وأنت عربي نعم. يعني عربي مسلم، إلى أي درجة فعلا هناك صعوبات في تقبل العرب المسلمين حكوميا، يعني التعامل معكم حكوميا؟ نعم أتفق تماما الاتفاق مع الأستاذ حسين جيدل
في تحليله لطبيعة الواقع العربي وطبيعة واقع المهاجرين بشكل عام في باريس وفي فرنسا بشكل عام. يعني الصعوبات التي يتلقونها المهاجرين بشكل عام هي صعوبات أولا على مستوى السكن، ثم على مستوى العمل، ثم ننتقل إلى باب ثاني في مسألة الاندماج. مسألة الاندماج تتبوب إلى بابين اثنين، أولهما أسباب اقتصادية تمنع ومعناها تعثر وتجعل شيئا من الصعوبة في الاندماج في المجتمع الفرنسي، ومرد ذلك إلى المسألة الاقتصادية. فمثلا حينما نعود إلى عشريات الخمسينات وعشرية الستينات ثم تليها السبعينات والثمانينات، يعني أربع عشريات متتالية، كانت الهجرة والمهاجرين بشكل عام مرحب بهم، لكن بدأت تتراجع شيئا فشيئا منذ الثمانينات إلى التسعينات ثم الألفين. هذا بطبيعة الحال يعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، ثم تليها الأسباب الثقافية والدينية والإثنية، يعني الرفض الإثني والعقائدي للتواجد المهاجرين العرب المسلمين على أقليم أو التراب الفرنسي بشكل عام. نعم، طيب سنستكمل هذا الحوار ونتابع أكثر، ولكن بعد أن نذهب إلى رانيا ومعها بعض المعلومات والإحصائيات عن موضوع اندماج العرب والمسلمين في أوروبا. إليك رانيا. نعم رولان، إذن كثيرة هي الأحداث التي تقف حجرة في طريق اندماج المسلمين في أوروبا، منها العمليات الإرهابية التي تضرب الدول الأوروبية، مرورا إلى منع الحجاب في المؤسسات الحكومية في فرنسا، ووصولا إلى تنامي النزعات العنصرية والتخويف من الإسلام والمسلمين. ففي دراسة أجراها المعهد الألماني بير تيلسمان على الأوروبيين، شملت كلا من ألمانيا والنمسا وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا، وتبحث الدراسة في مدى تقبل التعايش مع المسلمين، ومن خلالها طرح المعهد الألماني سؤالا على الأوروبيين، وهو: هل تقبل أن يكون جارك مسلما؟ جاءت النمسا في المرتبة الأولى لعدم تقبل المسلمين، حيث أجاب 25% بالرفض، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني حيث رفض 21% ذلك. وبالرغم من أن النتائج أظهرت أن المسلمين يواجهون رفضا من قبل نحو خمس السكان، إلا أنهم يقيمون روابط جيدة مع غيرهم، فالمسلمون الذين يكونون صداقات أو معارف بين أشخاص من الثقافات الأخرى تجاوزت نسبتهم 87% في سويسرا و 78% في فرنسا وألمانيا. هذه النسب المعروضة تعد مرتفعة وتدحض أي ادعاءات بالانعزال بحسب الدراسة. أما في مجال التعليم فقد جاءت فرنسا على رأس القائمة، حيث يكمل 89% من المسلمين تعليمهم بعد سن 17، بينما تقل هذه النسبة في 80% في بريطانيا. أما في مجال العمل، أشار المعهد إلى أن رغم حالة تساوي المستوى التعليمي بين المسلم والمواطن الأوروبي، فإن فرص المسلم في الحصول على وظيفة تبقى أقل، وتعزو الدراسة ذلك إلى ممارسة نوع من التمييز من أصحاب الأعمال ضد المسلمين وعدم توظيفهم بسبب مظهرهم الديني، مثل منع ارتداء رموز دينية في بعض المؤسسات. فمثلا في فرنسا ما زالت تعاني تمييزا عنصريا ضد المسلمين في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة العامة للبطالة 8% مقابل 14% بين المسلمين، لكن ألمانيا تفوقت على باقي الدول، حيث تشير الدراسة إلى أن تكافؤ الفرص يكاد يكون متساو بين المسلمين وغيرهم، حيث بلغت نسبة البطالة بين المسلمين 5% مقابل 7% كنسبة عامة، ولكن تبقى أجورهم
أدنى من المعدل العام، فيما تعتبر المملكة المتحدة قد نجحت في الفصل بين المظهر الديني والحياة العملية، حيث يسمح على سبيل المثال للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء العمل، وهو ما عزز من اندماجهم في الحياة العملية وسط تكافؤ كبير في الفرص بين الجميع. نخلص في الأخير إلى أن المسلمين ورغم العقبات التي يواجهونها استطاعوا تحقيق تقدم ملحوظ نحو الاندماج في المجتمعات الأوروبية، مع مراعاة أن الاندماج لا يعني الاستيعاب أو الانخراط التام في ثقافة البلد المضيف، كما أن إنجاح عملية الاندماج هي مسؤولية مشتركة تتحمل الدول المضيفة جزءا كبيرا منها. إليك رولا. شكرا لك راني على كل هذه المعلومات التي قدمتيها لنا والتي أذهب بها إلى ضيوفي. وأبدأ معك سيد إسماعيل، يعني بما أن حضرتك مهاجر وتحدثت عن عدة أمور وأسباب يعني تجعل هناك صعوبة في اندماج العرب المسلمين في فرنسا، تحدثت عن السكن والعمل وأيضا عن موضوع الاندماج. بالنسبة للسكن، يعني كيف يؤثر موضوع السكن على عملية الاندماج في المجتمع الفرنسي في فرنسا؟ مسألة الحصول على سكن في فرنسا مثلا، لابد أن تتحصل على ثلاثة شهادات خلاص شهري، ما يعبر عنه بالفي فيش دو بي، اللي هو الراتب، الراتب الشهري، ويكون معززا بشهادة يعني من المشرف. يعني وضع شروط صعبة بالنسبة لأجار السكن في فرنسا. طيب قبل أن أختم معك سيد الكريم، يعني دور العرب، كيف ترى دور العرب الفرنسي المسلمين في فرنسا في محاولة الاندماج المجتمعي مع الفرنسيين؟ أنا أرى شخصيا يعني أنه مسألة اللباس أو مثلا هناك من الرجال من تجد له معناها ذقنا أو كذا لحية، معناها ما يعبر عنها باللحية المفهوم الشعبوي التونسي، هذا لا يحدد طبيعة ما يفصل بين اللباس وحرية اللباس والمأكل والمشرب، هذا لا يحدد الإنتاج والإنتاجية، يعني ما يجمعنا بالمجتمع الفرنسي. إن تكون مثلا عنصرا فعال في المؤسسة التي تشتغل فيها وتنتج يعني تقصد بأنه في تمييز بناء على المظهر، المظهر الخارجي بناء عليه هناك تمييز في فرنسا؟ نعم بطبيعة الحال، نعم هذا ما أقصده. بس أو تجد مرأة متحجبة يقع رفضها لأساس أنها ترتدي الحجاب أو النقاب وما شابه ذلك. ما يهم في الأمر هو أن تكون معناها في وظيفتها، تقدم نعم يعني لا أعبر عنها بالعربية، ولكن تقدم ما يسمى بالإنتاج أو الإنتاجية. نعم. طيب إنه صوتك يتقطع، فقط كنت تقصد بأنه لا يتم التعامل مع العربي المسلم بناء على كفاءته وإنتاجيته في العمل. أشكرك السيد إسماعيل السليط، أستاذ لغة إنجليزية طبعا من فرنسا عبر سكايب كنت معي. وأذهب إلى أيضا السيد في ألمانيا سيد أسامة الأمين، يعني من خلال الإحصائيات التي استمعنا لها مع تقرير زميلتي رانيا، تحدثت بأن ألمانيا هي أقل يعني دولة فيها فعلا موضوع التمييز بناء على الدين مع العرب المسلمين. إلى ماذا يرجع ذلك برأيك؟ لماذا؟ غير موضوع بأنه ذكرت بأنه ألمانيا عانت من موضوع التمييز بالمجمل، ولكن يعني بعد سنوات طويلة تركيبة المجتمع بتتغير، فشو السبب؟ حقيقة يعني أنا أعزي السبب بالأساس لأن ألمانيا دولة قانون، ودولة القانون معناها أنه لا يمكن لشخص أن يميز أو يجهر بتمييزه أمام مهاجر آخر أو أمام شخص آخر استنادا إلى طائفته أو لونه أو دينه. وهذا الأمر هنا يعني جدا جدا منتبه له الحكومة، وكل شخص يتعرض لأي مهاجر أو لأي مسلم أو لأي صاحب انتماء آخر طائفي كان أو إثني بأي سوء تتم محاسبته قضائيا بشكل سريع إذا وصل الأمر للسلطات. لذلك
الألمان جدا حذرين في هذا الموضوع. بالإضافة إلى أن سوق العمل الألماني أتاح فرصة أكبر أعتقد من باقي الدول الأوروبية للمهاجرين والمسلمين حصرا، بالذات طبعا لأنه الأكثر عددا، أن يندمجوا بسرعة أكبر بالمجتمع. فالاندماج طبعا بحاجة لوسائل يقدمها المهاجر وتقدمها الدولة أيضا الحاضنة للمهاجرين، كانوا إسلاما أو غير ذلك. ومن هذه الشروط أن يقدم المهاجر جهدا في تعلم اللغة وفي فهم كيف تسير البلد قانونيا واجتماعيا، وبالتالي أيضا محاولة بناء علاقات مع أشخاص من البلد. نحن هنا نضرب مثلا على ألمانيا، كثير من الجمعيات الخيرية أو المنظمات المجتمع المدني أقامت ما يسمى بمقاهي اللغة، وفيها يأتي ناس ألمان عندهم اهتمام بالتعرف على الثقافات الثانية والأديان الأخرى ويجتمعون مع اللاجئين أو المهاجرين. فهنا يكسب المهاجر مسلما كان أو غير مسلم لغة بسبب تواصله مع هذا المجتمع في هذه الأماكن. يمكن اعتبار ألمانيا من خلال ليس فقط كلامك ولكن من خلال تقارير لمراكز الأبحاث بأنها قد تكون مثال يحتذى به في طريقة استيعاب ودمج المسلمين العرب في ألمانيا. سأستكمل هذا الحوار معكما ضيفي الكرام وأيضا مشاهدينا، ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير وطبعا نتابع من بعده وفي الملف الثاني من شبابيك نذهب إلى شباك الفن في تركيا لنتعرف على قصة فنان الديو دراما العراقي علي العميدي. وفي شباك الفن أو المال نتناول موسم العودة إلى المدارس من منظور اقتصادي. أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من شبابيك والتي نناقش فيها موضوع اندماج العرب والمسلمين في الدول الأوروبية. نتابع الآن رأي الشارع البريطاني حول هذه القضية. أعتقد أنه من الضروري ولا بد أن يحدث. زوجتي هندية وابني نصف هندي ونصف إنجليزي. عشت في إدمنتون ذات المزيج المتنوع من الأعراق. And I think it's an important thing to happen. Well, I think it's a real shame. أعتقد أنه من المؤسف أن الناس ليسوا كرماء بالقدر الكافي، لأنهم إن كانوا على الجانب الآخر كانوا سيرغبون في الشعور بالترحيب وأن يتم الاعتناء بهم. وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نرحب بالقادمين من الدول الأخرى. I don't think it's going to change anything. لا أعتقد أنه سيغير في الأمر شيئا. فإذا كنت ذا عقلية منفتحة سوف تعرف أنه ليس بالضروري أن يكون كل عربي إرهابيا. لا أستطيع القول أنني لاحظت فرقا كبيرا، لأنني أعيش في لندن منذ العام 2005. لم أشعر أنني مهددة في أي يوم أو أن الناس ينظرون إلي بشكل مختلف، ولكنني أعتقد أن الأشخاص ذوي الظاهر الإسلامي أو ينتمون للإسلام بشكل واضح يعانون من ردات الفعل، ولكن الكثيرون يكتمون ما بداخلهم بدلا من الإفصاح عنه. إذن ضيفي، يعني حتى في استطلاع الرأي شاهدنا أعراق وجنسيات مختلفة في بريطانيا يقولون بأنه يعني معاناتهم أقل بكثير من معاناة العرب المسلمين. سيد حسين جيدل، دور الإعلام في التجيش ضد العرب المسلمين، وطبعا شهدنا عدة حوادث حدثت في أوروبا من قبل أوروبيين قاموا بالاعتداء وطعن لعرب مسلمين لمجرد أنهم يعني عرب ومسلمون. سيد حسين جيدل لا تسمعني. نعم، الجزء الثاني دور الإعلام. لم أسمع السؤال يعني. طيب، قطع الصوت. طيب سؤالي عن دور الإعلام في التجيش.
أولا في فرنسا فقط قبل أن أجيب يعني باختصار على سؤالك سيدتي، لابد أن نعرف النموذج الفرنسي في الاندماج، يعني هو نموذج علماني فريد، يعني علماني متساوي يرفض هذا النموذج أن تقوم كيانات ثقافية أخرى داخل الفضاء المشترك الذي هو الفضاء الجمهوري العلماني. وبالتالي كل مقاربة لمشكلة الاندماج لابد أن تتم انطلاقا من هذا التعريف. ولكن إجابة على سؤالك سيدتي، الإعلام الفرنسي مرتبط في عرضه لصورة المسلمين ولما يحدث ولما له علاقة بالمسلمين بالمفاهيم المأخوذة عن الإسلام وعن الهجرة وعن الخطر الذي يتهدد الأوروبيين. فمعظم وسائل الإعلام تتبع طبعا لوبيات وتتبع مراكز دراسة، وكلها تنطلق من استراتيجية معينة وهي استراتيجية التخويف من الآخر لأسباب سياسية وكذلك لسوء فهم للإسلام، وأيضا لأن في وسائل الإعلام هناك كثير من الرفض المعبر عنه إعلاميا لوجود المهاجرين بكثرة، أي وجود هذه الصورة النمطية المعروفة في فرنسا وفي الإعلام، لا يريد هؤلاء أن تكون هناك صورة مغايرة، صورة منافسة، صورة من تلبس جلباب أو صورة من له لحية أو صورة من له تصرفات منافية ومخالفة للتصرفات النمطية التي يفرضها النموذج العلماني الجمهوري الفرنسي. ولكن من الذي يغذي هذا الإعلام؟ كثير من التطرف. من الذي يغذي هذا الإعلام ليكون بهذا الذي الاتجاه؟ أولاً الذي يغذي هذا الإعلام شيئان. أولاً الأحداث التي تحدث في البلدان الإسلامية، صراعات الموجودة في الدول الإسلامية في بؤر التوتر. ثانياً الوضعية الاقتصادية الموجودة هنا في فرنسا. ثالثاً اللوبيات المعادية للعرب والمسلمين خصوصاً والتي هي تحت تأثير إلى حد ما لوبيات كبيرة عالمياً كاللوبيات الصهيونية وغيرها. فهذه لا تنجو أو الإعلام لا ينجو من هذه النظرة الأحادية. إضافة إلى هذا أن هناك تقصير كبير جداً من الجالية المسلمة، لأن الجالية المسلمة ليست منظمة بحيث يمكنها أن تعطي صورة جديدة أو أن تقوم بعمليات إعلامية هجومية إعلامية أو عمليات بحيث يمكن من خلالها تكسير هذه الصورة النمطية السيئة التي يحاول الإعلام أن يفرضها على الآخرين. إذن هناك صورة نمطية. إضافة إلى نقطة أخيرة، وأن الإعلام له نفس المقاربة القديمة لظاهرة وجود المسلمين في أوروبا. لا زال كثير منهم يعتبر أن العرب والمسلمين هم مهاجرون، فهم مؤقتون في هذا البلد ولا بد لهم أن يأتي يوم ويرحلوا، بينما الآن نرى أن معظم المسلمين والعرب الموجودين هنا هم فرنسيون وهم ولدوا هنا وترعرعوا هنا وتشربوا الثقافة الفرنسية، ولكن يتم رفضهم لأسباب قد ذكرنا بعضها ويمكن أن نذكر بعض الآخر. أنت طيب. مختلف عني ليس فقط بسبب اللون واللغة وكذلك، ولكن أنت تبعث صورة أخرى تنافي صورتي النمطية التي تعودوا تحددني عليها. أنا كفرنسي وبالتالي نعم. هناك صورة نمطية ووجود صورة جديدة، هذا يمكن أن يخلق للفضاء المشترك الذي يعيش فيه الفرنسيون ولكن يمكن أن يحدث خلخلة. نعم. كأن المسلمين بهذه يعني هذا الكلام ربما يدخل في إطار علم الاجتماع، موضوع الصورة النمطية والسائد المتعارف عليه الذي ينطبق على يعني كل أشكال المجتمعات باختلاف القوة والضعف. ولكن هون اسمح لي سيد أسامة الأمين، يعني الدول الأوروبية معروفة بالمجمل بقوانينها الناظمة للحياة الاجتماعية، بعدم القدرة على تجاوز القانون بشكل كبير، على ضوابط، في ضوابط معينة تحكم الحياة الاجتماعية. لماذا ألمانيا تحديدا استطاعت أن تطبق هذه القوانين؟
يعني ما الذي تمتلكه الحكومة الألمانية، القوانين الألمانية، ولا تمتلكه مثلا فرنسا أو حتى غيرها من الدول الأوروبية؟ نعم، الحقيقة لن أستطيع الكلام كثير عن باقي الدول الأوروبية، ولكن أقول لك أنه في ألمانيا ومنذ الصغر في المدارس الابتدائية وحتى في رياض الأطفال يتم تعليم الأطفال الانضباط والمشي خلف القوانين الواضحة. لذلك عندما يكبر الطفل الألماني ويدخل في المجتمع بشكل واعي فإنه يحمل معه هذه القيم أيضا، لذلك لا يستطيع تجاوز القوانين بشكل واضح أو نقول هذا لن يكون عاما وإنما يكون تصرف فردي من شخص ألماني إذا كان قد تجاوز القانون. بالإضافة إلى أن المجتمع الألماني بشكل عام، الطبقة المثقفة والطبقة الوسطى، تعمد إلى جلب معلومات ليس فقط عن طريق قنوات التلفزيون الشهيرة والجرائد الشهيرة، وإنما أيضا عن يحاولون دائما الحصول على معلومات أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي، يحاولون أيضا رؤية ما يقدمه الإعلام مقابل إعلامهم، بالإضافة لكونه شعب منفتح نتيجة قدراته المادية الجيدة. فإن الألمان يعني دائما منتشرون، نعم، نقول في أوقات الإجازة في باقي الدول العالم، نعم، ومنها يعني الدول العربية والدول المسلمة. صحيح، الاهتمام بالتعرف على ثقافة اهتمام كبير بباقي الثقافات عن, عن, عن قرب. يعني كنت أود أن نستكمل هذا الحديث بشكل أكبر، ولكن انتهى وقت هذا الملف. أشكرك السيد أسامة الأمين، مدير منظمة الهيئة الإغاثية الإنسانية في برلين، على هذه المشاركة. كما أشكر ضيفي من باريس حسين جيد، الباحث في علم الاجتماع السياسي.